والنظام في تونس نظام قوي، النظام هو سليل، دولة وطنية من سنة 1956. دعنا نتكلم بموضوعية. بن علي لما كنت معاه كان ظرف دفاع على سياسات، ومقاربته في الانغلاق كان فيها ما يبررها. نظام بن علي كنظام قائم الذات بما كان عليه، ما عادش ورجاله ما زالوا موجودين ديما يحيى كيما سفانكس. سنجري دوما مثل الماء ولن نقف على وقفة القط. ما عندكش الطموح تذوق من كل الأطباق انت؟